اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. حلقه مختلفه لانها مع نجم مختلف. الحقيقه دايما متعودين ان احنا بنحب كل المصريين ونحب كل اللعيبه اللي في لعبوا في النادي الاهلي والمصريين، ولكن انيس بوجلبان مختلف لانه عاشق للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي عاشق لهذا النجم الكبير. الحقيقه اللي هيكون ضيفنا النهارده هو مش ضيف، هو الحقيقه برضو احنا بنعتبره او كل جمهور النادي الاهلي بيعتبره ان هو صاحب بيت في النادي الاهلي. ازيك انيسو؟ اهلا وسهلا بيك. منور ومشرف، ويعني قد ايه الواحد سعيد ان انت موجود معايا النهارده. والله وانا اكثر اسلام، طبعا مده ما شفتكش، يعني عندي مده ممكن من 2008 ما شفناش بعض. سعيد جدا ان يكون موجود معاك في طبعا في قناه النادي الاهلي. سعيد جدا كيف اني نسلم على كل الاهلاويه عبر القناه، والحمد لله انه كل مره نجي فرصه ان نجي نكون موجود في مصر الا ولازم يعني تكون لي اطلاله في القناه. الحمد طبعا، لانه الحقيقه انت مش متخيل جمهور النادي الاهلي عامل ايه على السوشيال ميديا الحقيقه لوجودك معانا النهارده، لان انت بتحب النادي الاهلي فكل جمهور النادي الاهلي بيحبك. خلينا نطلع نشوف تقرير عن انيس بوجلبان ونرجع نكمل. كثيرون هم اللاعبون الاجانب الذين ارتدوا قميص الاهلي على مر تاريخه. بعضهم تشعر وكأنه ولد في القاهرة وترعرع بين جدران مختار التتش، وأصبح ابنا من أبناء النادي الأهلي يلبي النداء متى يشعر أن النادي يحتاجه. لكن المثير للدهشة أن هناك نجوما تخطت حالة عشقهم للأهلي سنوات الفراق أو الرحيل عن التتش أو الاعتزال. من هؤلاء اللاعبين التونسي أنيس أحمد بوجلبان، لاعب وسط الارتكاز بالأهلي والمنتقل من صفوف نادي الصفاقسي عقب نسخة دوري أبطال إفريقيا 2006، والتي تعد البطولة الأغلى في تاريخ عشاق القلعة الحمراء بعد هدف أبو تريكة الشهير في الدقائق الأخيرة. سنوات احترافه في النادي الأهلي شهدت تحقيقه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج معه بالسوبر الإفريقي عام 2007 ودوري أبطال إفريقيا عام 2008. ويعد أنيس بوجلبان أحد أهم لاعبي الجيل الذهبي في القلعة الحمراء، حيث زامل العديد من اللاعبين المتميزين أمثال محمد بركات، فلافيو، محمد شوقي، عماد متعب وجيلبرتو. ورغم أنه لم يلعب مع الأهلي سوى ثلاثة مواسم فقط منذ عام 2007 حتى عام 2009، إلا أنه استطاع أن يضع اسمه في قائمة المتوجين بالبطولات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي. كان لبوجلبان تأثير كبير في تقديم العديد من اللاعبين المميزين للقلعة الحمراء، كما قام بدور وكيل لاعبين للنادي الأهلي بانتقال أليو ديانج لاعب الوسط الأهلوي وكذلك مواطنه علي معلول إلى كتيبة الشياطين الحمر، والذي يواصل تألقه مع الأهلي على نفس وتيرة مواطنه بوجلبان، حيث يعد من أهم اللاعبين في الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة. طيب، حديث مهم جدا وكلام مهم جدا قاله التقرير، ولكن خليني أعرف منك يا أنيس، يعني حبك للنادي الأهلي وعشق جمهور النادي الأهلي الأنيس، يعني خلينا نحب، يعني على رأي الناس اللي كاتبه خلينا نحب. احنا طبعا كلنا بنحب تونس، تونس دي بلدنا الثانية دائما يعني، ولكن كل جمهور النادي الأهلي بيحب التوانسة عشان خاطر أنيس بوجلبان. الحمد لله. يعني شوف إسلام، يعني أي حد يتعدى بالنادي الأهلي إلا ويقعد ديما يعني وفي للمكان، لأنه بصراحة يعني في النادي أول حاجة تعرفت على نجوم كبار، أني يعني كنت محظوظ أني جيت في جيل اللي فيه لاعبين كبار، وجيل كان عمل صناعة ربيع منتخب مصر والنادي الأهلي. ثاني حاجة كيف السيستم داخل النادي والاحترام والتقدير اللي تلقاه سواء تكون لاعب أو حتى لما تبطل الكرة، هذه الكل يخليك طبعا تكون متعلق بالنادي وتحاول انك تكون ديما وفي للنادي. الحمد لله يعني التقرير اول حاجه بارك الله فيكم على التقرير، لان التقرير تستحق اكثر من كده. التقرير يعني فيه عديد، في كثير من الوفاء والتقدير، وهذه حاجه تحسب للنادي الاهلي. علاش نقولوا علاش لاعبين اللي تعدوا بالنادي الاهلي
يقعدوا ديما مربوطين بالنادي، لانه كما قلت لك يعني داخل نادي فيه احترام وتقدير يخلي اي حد يقعد وفي النادي. انيس برضو انا دايما بحب اسال السؤال ده، بدات كره القدم ازاي في تونس؟ يعني حياتك كانت البدايه ازاي لغايه لما بقيت انيس بوجلبان؟ بديت صغير يعني عمر 10 سنوات في صفاقس، كنت في فريق صغير في احنا نقولوا في تونس حومتي يعني. لكن اول اجازه مضيتها في النادي الصفاقسي انا يعني كل الابن الشرعي واحد من ابناء الشرعيين للنادي، لاني ابن مدينه صفاقس وابن النادي الصفاقسي، كان لي شرف انه تدرجت يعني في شبان النادي الصفاقسي، لين بديت اول مباراه لي كان سنه 97 في الفريق الاول، والحمد لله يعني الحمد لله اني اول ما وصلت للفريق الاول في الصفاقسي، الاول تتويج كونفدراليه الافريقيه 98 كنت موجود فيه، اول بطولة عربية 2000 كنت موجود فيهم، الحمد لله يعني إنجازات كانت كبيرة في ممكن أكثر الأجيال اللي تحصلت على الألقاب، وأكثر قائد فريق ملقب هو الآن يعني الحمد لله أنيس بوجلبان عنده أكثر ألقاب كقائد فريق في الصفاقسي، جيلنا 2004 ل 2006 من 2002 2006 أكثر جيل توج بالألقاب في الصفاقسي، وبعد يعني 2007 بداية رحلة أخرى وتتويجات أخرى مع النادي الأهلي. مع النادي الأهلي، طيب دايما في التوانسه يقول لك الترجي الدوله، او هم يعني ما بييجوا يندهوا يقول لك الترجي الدوله او بيشجعوا الترجي الدوله، هل ده بيقلل من الانديه الاخرى لانه الترجي هو الفريق الاكبر الاقوى، ولا انت شايف ان لا الدنيا احنا الصفاقسي ده نادي برضو كبير؟ لا احنا كبير يعني فريق كبير جدا، صح انه ترجي ممكن عنده اكثر الالقاب، لكن نادي الصفاقسي يعني فريق المدينه، فريق الاقل حاجه يعني المدينه فيها مليون ساكن يعني عنده شعبية كبيرة، فريق متحصل على عديد من الألقاب. احنا في تونس أربع فرق كبيرة، الترجي نادي الأفريقي دربي يعني دربي العاصمة، والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي أربعة الرباعي يعني أكبر الفرق في تونس، فالصفاقسي يعني فريق من الفرق الكبار في تونس، ويعني وانجازاته على المستوى الافريقي خير دليل، يعني تشوف ممكن نادي الصفاقسي في تونس ماهوش قاعد ياخذ في برشا القاب، لكن برا تونس بطولات عربيه والافريقيه موجود، وهنا السؤال يطرح نفسه يعني علاش نادي الصفاقسي متميز خارج تونس اكثر من تونس؟ سؤال يعني سؤال مهم لو تقدر تجاوب لنا عنه. يعني سؤال مهم، لكن قلت لك يعني تعرف يعني في احنا من الفرق اللي كيركزوا على لقب، يعني نادي الصفاقسي كيركز على اللقب من يخلط الهدف نتاعو، يعني كي نحطوا فكرنا على اللقب نتحصلوا عليه ولا نوصلوا للنهائي. في الدوري التونسي تعرف فما في حاجات اخرين يعني خلاف الكوره، شوف النادي الصفاقسي في تونس لما يكون نفس مستواه مع الترجي ولا مع فريق كبير ما ياخذش الدوري، لازم يكون اعلى، هذاك علاش مره في الثمانيه وتسعة سنوات نادي الصفاقسي ياخذ الدوري، لانه لازم يكون اقوى من المنافسين الكل باش يتوج باللقب. تمام، انت عشت برضو لحظات متناقضه جدا، يعني كنت مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي في مباراه الصفاقسي الشهيره يعني بهدف ابو تريكه، وبعدها بسنتين فزت باللقب مع النادي الاهلي في 2008 بلقب البطوله الافريقيه طبعا في 2008. تناقض غريب، ونفسي اعرف مشاعرك في هذا التناقض. مشاعري في شنو؟ في الاثنين، ازاي يعني ازاي عشت كده وازاي عشت كده؟ لا يعني 2006 كانت لحظه صعبه. طبعا اسلام كنت موجود مع النادي الاهلي، ممكن حتى التغيير كان غريب نذكره، ممكن اسلام انا اللي كنت ابدا وهو خلى عبد الله اللي يبدا. فكانت لحظات صعبه، يعني شوف انت الفرحه الكبيره اللي كانت عندكم تصورها، الحزن اللي كان عندنا احنا يعني هذه عادي، لكن بعد سنتين الحمد لله انه توجت باللقب هذا، واللقب هذا كبير برشا، يعني لقب تشامبيونز ليج الافريقي وقتها كان عنده اهميه كبيره لي انا، والحمد لله انه توجت به الحمد لله. فاكر اخر مدرب كان موجود في الصفاقسي وفاز ببطوله الدوري معاكم للعب النهائي؟ مين كان اسمه ايه؟ سويسري. سويسري دي كاستيل، ميشيل دي كاستيل. طيب عايز يقول لك حاجه، بس خلينا نطلع نشوف فيديو بسيط ونرجع نكمل. سالي انيس، سي كوجي كاستيل، جيسبر كو تو فا بيان.
J'ai appris aussi que tu fais le métier d'entraîneur. Je te souhaite plein succès. Je me rappelle, en tout cas, Sfax, plein de souvenirs avec toi. Les victoires, les titres et surtout la bonne ambiance. Vous resterez tous dans mon cœur. Je me rappellerai toujours de vous. Bravo. Ciao. طبعا ما فهمتوش سليم. لا يعني انا اقول لك الترجمه. قول لنا انت الترجمه. هو طبعا بيرحب بيك طبعا وبيقول لك ما انساش الايام اللي كان خد فيها بطولات مع نادي الصفاقسي وما ينساش والانتصارات وما ينساكش. بيقول لك يعني ان انت بقيت مدرب ويتمنى لك التوفيق. صح والله برافو عليك. خلينا يعني وليت مدرب ونتمنى لك التوفيق وانه يعني طبعا دي كاستيل راهو من المدربين اللي يعني حطوا بصمه في الصفاقسي. تحصلنا معه العديد الالقاب، مدرب ناجح جدا. كنت معاه يعني ممكن الايام اللي كان هو موجود مدرب من احسن فترات حياتي في الكوره، لانه مدرب ذكي وتكتيكي وتحصلنا معه العديد الالقاب. طيب خلينا نروح بقى للنادي الاهلي. كيفيه انتقال انيس بوجلبان من نادي الصفاقسي للنادي الاهلي؟ يعني اسلام يعني ما كانتش مبرمجه يعني وقتها للامانه. اتصال جاني من الكابتن حسام وقتها، حسام البدري. كابتن حسام البدري كان مدرب مساعد مدير الكره في نفس الوقت، سالني على عندك شي رغبه تلعب في النادي الاهلي. وقتها كانت بعد النهائي الافريقي كان عندي عروض في السعوديه، وفي خاصه في السعوديه مع مدرب تونسي. فقلت له طبعا، قال لي شويه يكلمك مدير التعاقدات. طبعا المدير التعاقدات وقتها المهندس قدلي عدلي القيعي اللي اتصل بي، وما ممكن يوم يومين لقيت نفسي ماضي يعني من تونس. بعث لي العقد، مضيت ورجعت له العقد بالفاكس. قال لي مبروك، قال لي مبروك انت وليت من النادي الاهلي. ويعني كان يوم السبت، يوم الاحد مشيت للمطار باش نسافر. ممكن اسلام طرفه ممكن ما حكيتهاش قبل، انه وصلت ما كنتش نعرف انه مصر لازم نمشي لها بالتاشيره. ما كانش معاك تاشيره؟ ما كانش معايا تاشيره. وصلت قال لي مدير المحطه، قال لي رايح فين انت، فين التاشيره؟ قلت له انا ما نعرفش في تاشيره. قال لي كيفاش ما تعرفش؟ كيف؟ فقلت له وصلت مصر؟ لا انا في تونس. مدير محطة مصر، مصر الطيران. فقلت له أنا أنيس بوجلبان. قال لي كابتن أنيس تفضل. وطبعا كابتن عدلي المهندس عدلي القيعي كانوا منظمين كل شيء، وتعديت وحطني يعني القدام، لأنه من وقتها بديت نفهم شنو النادي الأهلي. في طبعا نعرف أنا شنو النادي الأهلي. بعتوا لك الفيزا في ساعتها طبعا على طول يعني كل شيء حاجة. كل شيء في وقتها يعني الحمد لله كان جاهز. بمساعدة السفارة التونسية طبعا. طبعا. طيب قول لي اتخذت كم بطولة مع النادي الأهلي أنيس؟ ثمانية بطولة أفريقية، ثمان بطولات يعني البطولة الأفريقية. بطولة أفريقية، السوبر الأفريقي، ثلاثة دوري مرات. ثلاث مرات دوري يعني الحمد لله. كاس 4-3 وسامة حسني. كاس مصر يعني ما شاء الله. فاكر الماتش ده 4-3؟ طبعا ما انساش. كان غريب الماتش ده. الماتش غريب جدا. كنا احنا اللي ليدنج يعني، احنا اللي المفروض نكسب الماتش. دخل فينا جون عبد الزكي، وبعد كده متعب، وبعد كده ابو تريكه. من احسن المباريات هذيك، ممكن من احسن مباريات اهلي وزمالك. لانه اول حاجه نهائي كاس يعني مباراه مهمه جدا اللي انا فيها لقب. ثاني حاجه كثره الاهداف والتسابق والتلاحق خلى مباراه يعني ما تنساش يعني في التاريخ. واسامه جاب جونين جامدين جدا في الاخر. احمد صديق لو فاكر، احمد صديق عملهم له وجاب جونين حلوين قوي. بعد سافرنا لابيجان، فاكر ابيجان الماتش؟ اسك نلعب اسك هناك، قعدنا 10 ايام. وكان اسك عنده 14 سنه ما خسرتش، كان اول مكسب لينا بعد 14 سنه ظهر لي 1-0. كانت فتره مهمه جدا. دور مانويل جوزيه معاك برضو، لانه هذا الرجل بالنسبه لهذا الجيل اعتقد ان له دور كبير جدا ودور مهم جدا. لا دوره مهم جدا، لانه ممكن اسلام حاجه اخرى، اول ما وصلت للنادي الاهلي اجتمعت به طبعا بالمدرب ومع الكابتن حسام البدري، فقال لي نتابع فيك من 2004 من نهائي ضد الاسماعيلي. الاسماعيلي من 2004 بطولة العربية نهائي، كنا لعبنا الصفاقسي ضد الاسماعيلي وكسبنا بضربات الجزاء. من وقتها قال لي انا جبت النادي الاهلي قائد، وقت اللي مدرب
اول يوم يجي النادي الاهلي يقول لك انا جاي بقائد فريق في وسط كوكبة النجوم الموجودة، نعرفهم طبعا ابو تريكة وبركات وسلام الشاطر وجمعة والحضري، يعني الاسماء كبيرة وشوقي وحسن مصطفى، فكلمة هذه طبعا تعطيك معنويات كبيرة. يعني اول يوم تدخل النادي الاهلي وتعرف النجوم الموجودة في النادي الاهلي وقل انا جبت كابتن، طبعا هذه اعطتني شحنة كبيرة. وانا مدرب يعني قوي، ممكن الجيل هذاك ممكن شاف انه الجيل هذاك كان ناقصه واحد لعيب تكتيكي كيف نيس بوجلبان، هذاك علاش الحمد لله جيت وكنت اساسي رغم انه أو يعني انا لما كنت اتكلم مع رئيس النادي الصفاقسي نقول له عندي عرض في النادي الاهلي، يقول لي النادي الاهلي فيه اربع لاعبين في وسط الميدان في منتخب مصر، يعني انت هتعمل ايه؟ فقلت له خليني نشوف، يعني خليني نجرب حظي كما نقولوا احنا. كنت بتلعب دايما يا انيس؟ بتلعب الحمد لله، بتلعب دايما لغايه لما عقدك انتهى ومشيت. مواقفك بقى مع مانويل جوزيه انت حاضرهم بعد ما يقفل الكل، ما خدتش اصفار؟ الاصفار اللي كان دايما بيديها للعيبه، خدت ولا ما خدتش؟ هو بيديها للاحسن لعيبه، هو هي هو هذا اللي يعني نذكر اول مباراه ظهر لي، مباراة مش عارف أول مباراة ثاني مباراة، فلما دخل بين الشوطين يتكلم على أبو تريكة يقول له الزيرو يونيثي، بس خلاص إذا كان اليوم يتكلم على أبو تريكة بالحدة هذه فما فيش حد هيتكلم، فيش حد هيتكلم. صح ولا صح؟ مظبوط. خلينا ناخد بعض السوشيال ميديا برضو. حنان بتقول لك أهلا بك يا كابتن أنيس في بيتك ومصر كلها منورة بوجودك، وأنت من النجوم اللي حببتنا في تونس وأهل تونس. زينب السيد نورت بيتك ومكانك، بنحبك برشا برشا يا ابن الاهلي الحقيقي. برضو نورت بيتك. حسام بيقول نورت بيتك ودايما في قلوب كل جمهور النادي الاهلي اللي بيحبك وبيحترمك، ولك تقدير كبير قوي عندنا. محمود عفيفي مفيش ترشيح للاعبين جدد، لسه هنتكلم في النقاط دي. احمد موسى منور بيتك يا كابتن، اخبار الصفقات اللي انت مخبيها لنا ايه؟ طيب مصطفى كرم مساء الخير على كابتن انيس وكابتن، اشكرك. ماذا فعلت حينما سؤال حلو جدا من مصطفى كرم، بيقول لك ايه اللي انت عملته لما قفشه جاب الجون في مباراه الزمالك في القاضيه؟ ممكن 2-1 عملت ايه؟ كنت فين؟ واشرح لنا يعني بقى الموقف. وقتها كنا مسافرين، كنت انا مدرب الصفاقسي وكان عندنا مباراه في افريقيا، فشفت الهدف كان عالم، يعني الهدف في التوقيت والجماليه، فيعني كانت فرحه كبيره. اتبسطت جدا. طبعا. عصام بيسالك منور القناه، عايزين هديه جامده كده زي معلول وزي ديانج. ماشي، اهلا بيك في بيتك يا وش الخير، وشكرا انك عرفتنا على احسن لعيبه علول وديانج، ودايما يا رب منور، وجمهور الاهلي بيرحب بيك. احمد الشيخ ابن الاهلي البر المحبوب، لاعبنا الكبير ابن تونس الخضراء النجم الكبير انيس بوجلبان، اهلا ومرحبا بك في بيتك ووسط اهلك وناسك. احمد اللي بيقول جرابك في ايه المره دي يا نجم؟ مش هقبل بحاجه اقل من ديانج. الاصيل عمرو عموري جمال بيقول الاصيل بوجلبان، ايه اكتر ماتش بتحبه اثناء لعبك في الاهلي؟ اكتر ماتش حبيته وانت بتلعب في الثلاث سنين اللي لعبتهم في النادي الاهلي؟ احسن ماتش رغم اني ما يعني الاهلي والزمالك نهائي الكاس 4-3 نهائي الكاس، ماتش ما يتنسيش بصراحه، يعني في معناها صح انه مباراه الكوتون سبور الكاميروني كان فيه لقب افريقي كبير، لكن الماتش 4-3 من احسن المباريات اللي الفرقتين كانوا كويسين الحقيقه جدا. الماتش كان حلو قوي وانت قاعد بتتفرج عليه، تبقى مبسوط ان انت قاعد بتتفرج على الماتش ده وان انت شاركت فيه. صح صح، من احسن المباريات. لما جه الجون بتاع ابو تريكه، يعني انت كنت، احنا عمرنا الفتره دي تقريبا يعني عمرنا ما حسينا احنا ممكن نتغلب. كان ايه اللي مخليك دايما حاسس بكده يا انيس؟ ثقه في الثقه في زمايلك طبعا، الناس اللي معاك بصراحه. يعني حتى مره نذكر مباراه نلعب ضد اتحاد اسكندري 80 ولا 85، فجاتني كره طولتها جوزيه، لا بتعمل ايه؟ قال لي مش تعمل، مازال بدري خمس دقائق ومتعب جاب. فالثقه في اللي حواليك، وطبعا التيشيرت النادي الاهلي بيعطي ديما يعني باور لاي، يعني اي فريق. نتصور انه لما يلاعب النادي الاهلي في الجيل 2007 و6 و5 و8، يعني ديما عنده
يعني يقولوا احنا بالفرنساوي اسوندون يعني أسبقية, اسبقيه على اي فريق. حلوه الكلمه انت قلتها, تيشيرت النادي الاهلي دايما. ايه القصه في الموضوع ده؟ لانه ناس كثيره تقول لك ايه اصله انتوا بتقولوا اي كلام الاهلاوي. لا مش اي كلام. لا طبعا انت يعني شوف يعني ترجع لتاريخ النادي الاهلي ولا الفرق الكبيره يتعدى ممكن بمواسم ما فيش جيل كبير ولا ما فيش فريق قوي, لكن باسم النادي وتاريخ النادي والتيشيرت يعني حتى تبدا انت وياه نفس المستوى مع فريق فنيا في الفتره هذيك ولا في المباراه هذيك, فانت تكسب لانه طبعا في ثقه فيه ثقافه داخل النادي. يعني في فما نوادي كبيره متربيه على الالقاب وعلى الانتصار, حتى ما بداش في يوم كبير فنيا تعرف تنتصر, وهذاك هو ما تنجمش تكون صدفه, صعب ان تكون صدفه. سعيد بيقول لك اللي بيحبوا النادي الاهلي احنا كمان بنحبه, واحنا بنحبك برشا جدا يا كابتن انيس. خلينا نطلع فاصل الاول ونرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن انيس بوجنبان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن انيس, يعني طبعا زي ما عشت لحظات جيده في النادي الاهلي, ولكن كان هناك لحظات صعبه في النادي الاهلي. اشرح لنا برضو الفتره دي اللي حصل فيها الثلاث سنين دول. لحظات صعبة لما خسرنا طبعا النهائي 2007 ضد النجم الساحلي, كانت لحظات صعبة للأمانة, لأنه يعني كان فعل فاعل يعني أي لما تتذكر أحمد شديد وكورتين اللي عملهم المفروض ضربتين جزاء وبركات في بركات في الماتش اللي هناك. يعني لما تخسر النهائي وكنت قبلها خاسر نهائي, ف فدي حاجه يعني ما كانت سهله, كان اسبوع صعب. خسر ساعتها مع الصفاقسي يعني صعب كان اسبوع صعب, لكن نشوف انه حاجه اخرى انه ممكن في تونس وقتها في الفتره هذه اول تونسي يلعب ثلاثه نهائيات في ثلاثه مواسم مختلفه. والحمد لله انه 2008 كنت يعني في اول تونسي يلعب في النادي الاهلي واول تونسي, يعني في ارقام تحسب حتى جداً. حتى كان خسرنا اللقب لكن هذم ارقام تقعد موجود انه ثلاثه نهائيات مختلفه بزوز الوان فرق مختلفه. ففي طبعا في كل مسيره لازم تتعدى بالصعب, وفي الصعب وفي الحلو. الحلو الالقاب, المش حلو الهزيمه, يعني هزيمه اللقب او اي مباراه تكون مهمه. طيب مين اقرب الناس اللي كانوا او اللاعبين اللي كانوا ليك في الفتره دي؟ اكيد كنت دايما بيبقى ليك حد قريب منك في النادي الاهلي ولا النادي الاهلي؟ والله شوف, ممكن اسلام حاجه اللي تميز النادي الاهلي. انا اول اسبوع دخلت وفي يعني من اول تمرينه حسيت وكاني عندي سنين في النادي, يعني شفت من اول اسبوع بعد التمرين فاكر اسلام السندوتشات تجي وناكل. واحكي الحاجات دي الناس بتحبها. لا يعني كان كل مره حد يجيب سندوتشات للفريق الكل, فريق ومجموعه العمل اللي والعمل الكل موجودين. وكنت خلاص تعود بالفول والطعميه. اول مره ناكلهم في مصر كليتهم في النادي الاهلي, كيف حسام عاشور اللي كان يجيب لي الجبنه البيضاء. حسام عاشور بيلعب مكانك نفس المكان. بحبه جدا يعني حسام وحسن مصطفى ومحمد شوقي اللي للدقيقه هذه يعني كل مره بيعمل انجاز نكلمه ونهنيه لانه محترمين جدا. حتى من بعد ما لعبتش مع حسام غالي لكن قاعد كان بيتدرب معانا وقاعد ديما علاقتي به كبيره. يعني في النادي الاهلي ما فيش مشكله انه انا واسلام نفس المركز, يعني لا لازمنا نكون بالعكس ممكن نلعبوا نفس المركز ونكونوا حبايب واكثر, وهذه تميز النادي الاهلي. فاول اسبوع حسيت وكاني عندي سنين في النادي. ما تضحك مع 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 النجوم الكبار, مع حضري, مع ابو تريكه, مع وائل جمعه, وكاني نعرفه من سنين معناها. وهذه الحاجه اللي تسهل, اللي تخليك من اول ما تخش معاهم في الملعب ما تحسش انك بعيد ولا يلزمك وقت اقلم, تدخل على طول. خاصه ان اللغه العربيه واحنا يعني عاداتنا مش بعاد على بعضنا, هذا كل ساعدني باش الحمد لله انه فتره التاقلم ما تطولش يعني من اول اسبوع. من اول اسبوع. طيب معانا برضو فيديو خاص لكابتن انيس, واحد برضو اللي بيلعب, هو مش حسام ولكن واحد من اللي كانوا بيلعبوا مكان كابتن انيس. نشوف قال ايه ونرجع نكمل. يا انيس وحشني يا انيس, والله من احسن الناس اللي لعبت معاها طبعا في النادي الاهلي, وشرف ليا اللي انا لعبت جنب انيس بوجلبان نجم كبير. بتمنى لك كل التوفيق في حياتك, وانت انسان وشخص جميل
سعيد اني لعبت معاك واني عرفتك من الناس التوانسه المحترمين جدا، اللعيبه الكبار اللي حققوا في النادي الاهلي بطولات كتيره وكان ليهم بصمه في نص ملعب النادي الاهلي، وانا اتشرفت كأينو اللي انا لعبت جنب انيس بوجلبان. بتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي، وانت من الناس المحترمه وانت في بلدك التانيه طبعا في مصر، ان شاء الله دايما موفق ونشوفك في احسن حال وتحقق بطولات كتيره زي ما كنت لعيب، نشوفك كناحيه اداريه ان شاء الله محقق كل البطولات. حبيبي واخويا انيس بوجلبان معتزين. لا اينو ده قصه، اينو ده جميل. من احسن الناس، من اطيب الناس، وبصراحه يعني اينو من الناس اللي بتواصل معاهم على طول، لانه انسان بيدخل قلبك بصفه رهيبه يعني بصراحه. نتمنى له حتى هو التوفيق، عارف انه مدير فني وان شاء الله يعني اكيد كما كان لاعب مميز، وان شاء الله باش يكون مدرب كبير، لانه اينو عنده كل المواصفات يعني كلاعب ولا تو حتى كمدرب، لانه فنيا لعيب مميز جدا، تكتيكيا كيف ما شاء الله على تسديدات اينو يعني من اخر الدنيا بيجيب جوان. فنتمنى له كل توفيق، وطبعا يعني من الناس القريبه جدا ليا اينو. أنيس، الفترة دي كان في مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب الوطني واللي بيلعبوا معاك في النادي الأهلي، تعاملك مثلا مع أبو تريكة، مع بركات، هل في تواصل حتى الآن مع وائل جمعة؟ لما بتشوف وائل جمعة مثلا أصبح مدير المنتخب المصري، وبتشوف قبله بركات كان مدير المنتخب المصري، عماد النحاس مدير فني المقاولين العرب، سيد معوض كان مدرب منتخب مصر، فبالتالي أسماء كثيرة جدا، بتشوف الحاجات دي إزاي؟ بكون سعيد جدا، عارف ليه اسلام؟ لانه جيل اللي عاصرتهم كنت موجود معاهم، اليوم ما شاء الله موجودين يعني في الرياضيه، موجودين كل واحد في مكانه، في اللي اختار التحليل متعب مثلا متعب ما شاء الله، ونائب رئيس رابطه الانديه المحترفه في مصر، ومميز يعني مميز في التحاليل كيف ابو تريكه، وائل جمعه اللي من التحليل توا مدير المنتخب وما شاء الله عليه، وكلهم بتواصل، صحيح انه مش تواصل يومي، لكن لازم في المناسبات لازم نبعث ونسال عليهم كيف عماد النحاس ما شاء الله واحد من احسن المدربين حاليا في الدوري المصري. سيد معوض قصه اخرى يعني كما انه قصه لا يعني حبيبي جدا زاد سيد، والله سيد يعني كل اسبوع تواصل معاه، لانه يعني سيد بيتحب، انت تعرف اكثر مني يعني طبعا. زميلك سيد عشرة عمر بركات كيف بركات، بس مش ما تواصل مش كثير ما بيقفل موبايلاته على طول، هو على طول نجم كبير لا هو كده العيله، هو طول عمره من ساعه ما الموبايلات دي اخترعوها هو قافل تليفونه. طب جايبه ليه يا ابني؟ هتعذبنا معاك ليه؟ فاهم يعني فظيع لغايه دلوقتي بيعمل كده نفسه يعني. فقلت لك الجيل لما تشوف زمايلك وكلهم موجودين في الوسط الرياضي، طبعا هذا اول حاجه يبين انه جيل كان ناجح، لانه كل واحد فاش اختار وكلهم مازالوا موجودين. وثاني حاجه طبعا الكفاءه، يعني اليوم اسلام في قناه النادي الاهلي مش من فراغ، لانه فما كفاءه او متعب يحلل او فكلهم طبعا يبين الجيل هذاك علاش نجح، لانه متميز رياضيا وحتى بعد الرياضه يعرف يختار طريقه. دلوقتي انيس بيعمل، انا عارف ان انت المدير الرياضي لنادي اهلي بني غازي، اشرح لنا برضو الفتره دي، لان انا عارف ان انت كنت مدير فني، وبعد كده بعد ما بقيت مدير فني نادي الصفاقسي تحديدا، وكنت ماشي يعني، انا كنا بنتابع دايما انيس، كنا عارفين ان هو يعني بسم الله ما شاء الله يعني كسبت الترجي وكسبت كل الانديه الكبيره كلها، صح، ومع الصفاقسي بعد كده مشيت لسبب او لاخر، وجابوا مدرب اسباني مش عارف ولا سويسري حاجه كده، اسباني قعد شهرين ثلاثه ومشي، بعد كده رحت اهلي بني غازي، فكرنا باللي بيحصل ده. يعني الحاجه الباهيه في اللي انا بعد ما بطلت كوره فما اشتغلتش في يعني اشتغلت في كل شيء في الرياضه، يعني في فتره كنت محلل في تونس في قناه طبعا تونس في اشهر برنامج رياضي لحد الرياضي، وفي اشهر اذاعه في تونس يعني، دربت كنت مدرب مساعد طبعا في الصفاقسي، بيت مساعد
ومن بعد خذيت الفريق وخدمت كيف كيف كمدير رياضي. ممكن الحاجه المميزه في 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 انا اللي نقدر نخدم معناها ما اخترتش مجال بس، يعني ما كنتش مثلا مدير فني فقط او مدير رياضي فقط، عملت من الكل والحمد لله. يعني كي تشوف فما نجاحات كمدير رياضي، لانه كي تشوف حتى في فتره الصفاقسي ولا النادي يعني كان فما لاعبين جاوا ونجحوا. احنا كيفاش نقيسوا انه مدير رياضي ناجح ولا ساعه؟ والحاجه بالنسبه لنا مدير رياضي بالنسبه لي مهمه، اهم حاجه انه يكون يعرف يعمل سياسه رياضيه للفريق ويعرف يختار الاشخاص ويكون فريق. ويكون فريق يعني. وممكن هذه انت لسه كنت بتقول لي ان نادي اهلي بني غازي هيبقى منافس لكل في البطولات الافريقيه خلال طبعا الفترة اللي جاي. انا يعني اتفاقي مع رئيس النادي ان ثلاثة اربع سنوات لازم يكون قوه عظمى في افريقيا، واحنا نخدموا عليها. يعني نخدموا عليها ايش معنى؟ يعني قاعدين نشتغلوا على انه عملنا السياسه الرياضيه على حسب امكانيات النادي. ممكن النادي ما تعرفش، ممكن الناس ما تعرفش في مصر انه نادي اهلي بني غازي عنده استثمارات كبيره. يعني النادي ما يعيشش من شخص، يعيش من موارد النادي، وهذه حاجه مميزه. ما دام الاموال موجوده لازم تجيب العقول والناس اللي تفكر. فانتدابي كان المشروع هذا المشروع على ثلاثة سنوات، وان شاء الله مش ننجحوا، لانه اول حاجه يعني السياسه الرياضيه واضحه بالنسبه لنا، اختيار اللاعبين. احنا اول ما وصلت جبنا لعيب يعني ساديو كانوتي لاعب منتخب المحليين مالي للفريق، وجبناه بمبلغ. ومن بعد يعني ثلاثة شهور يعني بعناه يعني الفريق سيمبا سبور باكثر من ضعف المبلغ اللي اشتريناه. وهذه ممكن معنى هذه الحاجات اللي تحسب للمدير الرياضي، اختيار اللاعبين. لانه قبل ممكن فريق كان يجيب من الدوري المصري، من الدوري التونسي، من الدوري المغربي، توا ولينا نجيبوا طول من افريقيا وننجحوا انه نسوقوا اللاعبين. وهذه ممكن يعني الحاجه اللي تميز انيس بوجلبان. الناس ممكن هنا في مصر اسلام كل نتكلم اصل النقطه دي مهمه جدا طبعا عن علي معلول وعن ديانجو وعن اسماء كان انيس ليهم ليه السبق ان هم يكونوا موجودين. حاجه برك يعني اسلام، ممكن الناس قلت لك رابطين اسمي في مصر بالصفقات. انا ممكن الناس ما تعرفش لان عمري ما اشتغلت وكيل، يعني حتى يعني انا بنصح الا النادي الاهلي والنادي الصفاقسي فريقي. يعني النادي الصفاقسي كيف عديد اللاعبين نجحوا، معناها ديدي اندونغ اليوم يلعب في الدوري الفرنسي، كنا جبناه بمبلغ صغير بعد سنتين مشى لاوروبا. فالفريقين هذم بس ونختار فنيا، لانه النادي الصفاقسي يعني فضله كبير عليا، النادي الاهلي كيف كيف. فهذم هما الاثنين الفرق اللي نختار، لاني ما عمر لاني لو كنت وكيل ممكن نبيع الفرق الكل، صح ولا؟ فانا اختياراتي الفنيه واكثر اني ننصح، لانه أنا نعرف ممكن اللاعب اللي يتماشى وامكانيات النادي الصفاقسي او النادي الاهلي طبعا. وانت شايف ان من الممكن ان انت تلاقي لعيبه خلال الفتره اللي جايه يبقوا موجودين في النادي الاهلي مثلا خلال الفتره اللي جايه؟ لو شوف كيف هو اسلام، يعني كيف تصير يعني لو طلب مني يعني من اداره، طبعا من اداره النادي، انه نتابع يعني كيف احنا نتابع اللاعب في مكان معين ولا في بطوله معينه، ما عنديش مشكله. لانه كما قلت لك يعني الفرق انه نعرف نختاروا اللاعب اللي يتماشى مع امكانيات الفريق. هذه هي النظره، هذه هي اللي ممكن الناس تدفع عليها في فلوس كثيره، لانه مش سهل. يعني تجم يعني باش تجيب لعيب في مكان وتجيب يقولوا احنا في المكان المناسب وبالسعر المناسب، هذه هي المعادله الصعيبه. طيب قبل بس ما اطلع فاصل برضو اخد بعض الكلمات اللي حضراتكم كاتبينها للكابتن انيس. سعيد منصور بيقول او سيد منصور بيقول لعيب محترم وجمهور الاهلي لن ينساه وبنحبه برشا كتير النهارده. برشا. علي حسني او عليوه حسني بيقول مرحبا بك يا ابن تونس على ارض الاهرامات الاربعه، هرم خوف وخفرع ومنقرع والنادي الاهلي. ماشي على علي النجار، والله العظيم جسمي اشعر لما شفتك يا كابتن انيس، افتكرت ايامك الحلوه. جيمي بيقول نورت بيتك يا كابتن انيس. داليا الكابيتانو بتقول اهلا بك يا كابتن انيس منور مصر. وسؤالي لكابتن انيس، هل بالفعل تم العرض عليك للعمل في النادي الاهلي او هناك مشروع عمل مع النادي الاهلي؟ وتحياتي ليك يا كابتن اسلام. هل ده حصل؟
لا لا رسمي ما زال يعني للامانه، بس طبعا يعني شرف لينا يعني اي واحد يعرض عليه منصب او مكان في النادي الاهلي يعني اكيد مش يكون سعيد جدا يعني. تمام. دكتور احمد، انيس بوجربان من انضف اللعيبه اللي مروا على النادي الاهلي، من اي لاعب يستمر حبه حتى بعد رحيل انيس من القلعه المخلصه المحترمه؟ شكرا انيس. نانا موافي بتقول مرحب بيك، برشا برشا نورت بيتك الاهلي. بوجلبان وعلولو هم فرع الاهلي في تونس، اهلا بيك انيس منور مصر. وسؤالي ليك يا كابتن انيس، الراجل الجدع اللي ملوش حد، محمود الشعار بقى بيقول لك ايه، الراجل الجدع اللي ملوش مرتجع، بنحبك يا ابن الاهلي، نتمنى نشوفك في المكان في النادي الاهلي. هتشوفه ان شاء الله دايما. حب اللي بيحب النادي الاهلي بيشتغل للنادي الاهلي في اي مكان، سواء جوه النادي الاهلي او بره النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن انيس، يعني دايما الاحاديث بتتقال ان انيس بوجلبان له دور في استقطاب بعض اللاعبين للنادي الاهلي، وكان ليك تصريح الحقيقه كبير جدا منذ فتره قصيره، قلت فيه ان لا يوجد لاعبين في الدوري التونسي حاليا يستطيعون الانتقال للنادي الاهلي، هل قلت كده فعلا؟ ومين اللعيبه الاكثر لعيبه جبتهم، او الاثنين لعيبه اللي انت جبتهم وعملوا شغل كويس جدا مع النادي الاهلي؟ يعني انا قلت انه في الفتره هذه ما فيش لاعبين، يعني ممكن لعيبه او اثنين، لكن طبعا ديما على حسب احتياجات الفريق. جبتهم كما قلت لك، يعني اسلام، يعني النادي الاهلي لما يطلب راي الفني في اي لعيب طبعا، او يطلب مني اني نتابع على لعيب طبعا، ما عنديش حتى معناه مشكله، بالعكس يعني، لانه علاقتي طيبه بالموجودين حاليا في النادي الاهلي، ولا حتى اللي قبلهم يعني، دي طبعا العلاقه كلها جيدة بالكيان يعني، بالناس، اي حد طبعا كيبدا كابتن سيد موجود، فالعلاقه تكون اكبر كيف يعني، امير توفيق يعني، او اللي قبلهم يعني للامانه يعني، او الكابتن طبعا الكابتن خطيب، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. اذا يطلب مني رأي الفني الحاجه اللي تحسب لأنيس بوجلبان انه ما يعني نقولوا صادق في خلاف انه الحمد لله انه العين موجوده، ولا الخيارات الفنيه في اغلب الاحيان 90% تكون صح وفي وقتها، وهذا اللي ينقص الفريق الصدق والامانه يعني. ما فيش يعني، شفت انت، نتصور انه في ناس كثير حاولت انه تدخل، او لكن مش اي حد يكون، اذا ما يكونش ثقه كبير فيه، واذا ما يكونش معروف بوفاء، وصعب جدا. فعادي نقول انه كنا على ذمه النادي الاهلي في اي حاجه، طبعا اي حاجه تطلب مني نكون موجود، لانه بصراحه يعني قلت لك انه اثنين فرق فقط اللي ننصح، واللي نحاول انه النادي الصفاقسي اللي تربيت فيه، والنادي الاهلي، هذوما فقط، باقي معناها بعيد كل البعد على المجال هذا، لانه مجال ما هو سهل، وانا اكثر فكري للاداره الفنيه، مدرب، لانه الحمد لله حكيت انت اسلام على الصفاقسي نجاحين، وحتى قبلها يعني، قبلها كنت دربت في اتحاد بن قردان في تونس درجه اولى، قبلها في الدرجه الثانيه في تونس في حمات، وكانوا نجاحات في، مشيت حتى للدوري اللبناني، ممكن الناس ما تعرفش، الناس حصرت انيس بوجلبان في الخيارات في الاختيارات او الصفقات، لكن ممكن اللي ما يعرفش السي في يعني، ولا ما يعرفش انه بعد ما كملت كوره دربت كثير، والحمد لله انه نقولوا انه 90% من التجارب ناجحين، فلما تكون التجارب الفنيه ناجحه، لما اشوف انه الصفاقسي الموسم الفارط كان ثم صعوبات ماليه، وصلت الترتيب الثاني ومنافس حتى على الدوري، فهذا يخليك عندك ثقه انه فما في حاجه يعني، في حاجه، لانه يعني مش سهل انك تدرب فريق في حجم نادي الصفاقسي وتكون مدرب اول في ظروف صعيبه شويه، فهمت ولا؟ الحاجه هذه خلتني نحب جدا الملعب، وكيف يعني، لانه نحس انه
ان شاء الله نقدر ننجح، وان شاء الله انا مصمم اني ان شاء الله ترجع للملاعب ان شاء الله. بمناسبه الصفاقسي برضو، احد حبايبك برضو في نادي الصفاقسي، خلينا نطلع نشوف نجم من نجوم نادي الصفاقسي ماذا قال عن النجم الكبير كابتن انيس بوجلبان، ونرجع نكمل. السلام عليكم، تحيه كبيره كابتن اسلام، تحيه كبيره اخرى لاخويا وصديقنا والكابتن السابق انيس بوجلبان. عشرة طويلة تقسمنا نفس الغرفة في نادي رياضي الصفاقسي، الحمد لله تعدينا بأحسن الفترات الحقيقة، وفزنا ببرشا بطولات. نتمنى له كان التوفيق توا في إن شاء الله في مهنته التدريبية جديدة، نطلعوا لبرشا حاجات إن شاء الله، ربي يوفقه وربي يعطيه ما يتمنى. احنا في قبل ما نرقدوا اسلام، كابتن اسلام مثلا تاخذ حبوب باش تشرب، مثلا تعمل مساج، تعمل حاجه باش تهدئك باش ترقد. لكن كابتن انيس بوجلبان عجيب، يعني ليله مباراه يعني يقول له تشرب انت باش ترقد، حتى انت باش تستغربها شويه الحكايه، استغربها شويه. وتحيه لكم كبيره اخرى وربي يوفق. نجم كبير طبعا. لا نفتي من احسن لاعبين يعني في الجيل 2004 ل 2008 و9 من احسن اللاعبين في النادي الصفاقسي، يعني صانع العاب اللي تتمنى هي فريق وقتها. كان تعبنا في الماتشين الحقيقه. لا يعني وعلاقتي بيه كبيره، لانه كريم النفطي وقت صغير كان صغير وطلع وكان معايا حتى في نفس الغربه في النادي، في نفس الغرفه في النادي الصفاقسي، شاب صغير وقتها مميز واخلاقه عاليه ولعيب ممتاز، فخليته قريب مني كثير. نتمنى له كيف كيف، هو تو مدرب مساعد في النادي الصفاقسي، نتمنى له ان شاء الله مسيره تدريبيه ناجحه كما كان لعيب كبير. ان شاء الله نشوفه يوم مدرب الصفاقسي، وان شاء الله نشوفوه مدرب ناجح. قال ايش كان يشرب انيس قبل ما يرقد؟ ممكن هذه غريبه اللي ما فهموهاش. يشرب قهوه ويروح ينام، يشرب قهوه ويروح ينام، مش ممكن، كان غريب جدا. الحقيقه بصوا يا جماعه، دي حقيقه فعلا، انيس يشرب قهوه ويقول لك انا عايز انام. طب يا عم الناس بتشرب القهوه علشان تصحى، هو بيشرب القهوه عشان ينام. ودي ممكن بالحق غريبه، يعني غريبه جدا. انا اشربها 9 ونص انام 10. يعني دي غريبه جدا يا انيس فعلا. وانت عارف للغايه لليوم يعني. بس تو اللي تشربها متاخر الساعه 12 ممكن انا ومراتي وبعد نرقد وتقوم جاي نايم ونايم على طول. غريبه جدا لكن ماشي. انيس برضو الناس عايزه تعرف علي معلول وكيفيه وجوده في النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله، علي معلول واحد من مفاتيح اللعب الكبيره جدا في النادي الاهلي حتى الان، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه كمان، لسه اعتقد ان هو هيقعد سنين اخرى ان شاء الله في النادي الاهلي. طبعا علي معلول يعني لما جاء النادي الاهلي كان كابتن الصفاقسي وكان هداف الدوري، يعني هداف يا هداف الصفاقسي هداف الدوري 13 هدف، يعني كان لاعب مميز جدا وكان لاعب فارق يعني في الـ في الـ في, الـ في النادي الصفاقسي. علي معلول خلاف الجانب الفني الجانب الانساني والاخلاق، يعني تحسوا اخلاق، يعني الحمد لله انه اي حد يطلع من مدرسه الصفاقسي هي نفس اخلاقه ومدرسه النادي الاهلي، فركب بسرعه. ممكن الناس ما تعرفش انه عليه الست شهور الاولى ما كانش الامور ما كانش سهله في النادي الاهلي، لانه فتره التاقلم نتاعه طولت شويه يعني. لكن ممكن هو كان ماتش اللي غير ممكن مباراه الربع النهائي في الشامبيونز ليج الافريقي ضد الترجي في رادس، هي اللي ممكن بدايه ولا انطلاقه علي معلول مع النادي الاهلي. بين الشوطين كان ممكن علي معلول ما عادش موجود في النادي الاهلي، يعني لانه نذكر المباراه اسلام ضربه جزاء اللي من علي، من بعد المباراه هي كانت انطلاقه علي المعلول. كنت متاكد من نجاحه علي، معناها ما كنتش انا اللي جايبه للنادي الاهلي، يعني كان عنده علي ما شاء الله جايب اثنين وكلاء في لما جاء النادي الاهلي، ظهر لي مصريين وتوانسه. لكن طبعا جاي النادي الاهلي لازم يسالني، فنصحته لأن وقتها كان عنده عروض من فرنسا عليه، كان مطلوب جدا في الفترة هذه، نصحته قلت له النادي الأهلي راهو فريق أوروبي، وأنا
يعني الحمد لله كي نشوف علي معلول ناجح نفرح، لانه بنجاح علي معلول في النادي الاهلي ونجاح فرجاني سيسي في الزمالك فتح الباب لكثير توانسه، وشفنا اليوم ما شاء الله لاعبين التوانسه الموجودين في الدوري المصري لاعبين كثير، واول يعني هما كان لهم دور يعني. واي نجاح بالنسبه لنا نحن يعني اي نجاح برا تونس ويفتح الابواب الناس اخرين تجي فاكيد فيفرحني. علي معلول الحقيقه ودور كبير جدا مع النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله متالق يعني، هو وعلي وبقاله فتره طويله جدا جدا متالق، جت فتره في النص كده مستبعده المدير الفني للمنتخب التونسي لو تفتكر قبل امم افريقيا على طول، والان جريس على ما اتذكر انا جريس الامم الافريقيه الاخيره اللي في مصر اللي كانت في مصر. هل ده تفتكر ان ده ايه اللي حصل في تونس ساعتها؟ انا عارف ان الدنيا في تونس اتقلبت يعني. اكيد يعني القرار ما كانش سهل يعني، ممكن الناس مشيت لبعيد يعني، ممكن كان القرار اكثر من فني، لكن علي ما عندوش مشاكل اللي كان يثير الاستغراب انه يعرفوا انه علي معناها ما عندوش مشاكل ومش اللاعب المشاكس ولا يعمل مشاكل، فكان اختيار او خيار غريب جدا وغلطه، لانه بعد الامم افريقيا على طول علي المعلول رجع لمكانه غريبه جدا يعني تونس، فغلطه. وبعدها حتى المدرب يعني ممكن من اسباب ممكن مش عارف أنا، لكن المدرب بعد امم افريقيا مشى يعني مش مشي على نفسه، ممكن من اسباب انه الاتحاد التونسي او المسؤوله مسؤولين على كره القدم في الاتحاد التونسي شافوا انه من اخطاء ممكن انه علي ما كانش موجود مع المنتخب. طيب اليو ديانج برضو واحد من اللاعبين الكبار اللي او يعني اللي موجودين في نادي الاهلي وكان له ظروف خاصه في وجوده مع النادي الاهلي، وتاخد رايك فيه برضو على ما اتذكر يعني. لا اكيد اليو ديانج لانه كان يلعب في الدوري الجزائري في مولديه مولديه العاصمه يعني لاعب مميز يعني مميز، شفته عن قرب وابهرت بامكانياته لانه لاعب قوي وسريع وحريف يعني، صعب انك تلقاها المعادله هذه في كان مش نبنى يعني في الجزائر، تعرف الدوري الجزائري منجم تاع لاعبين، واحنا في تونس نتبعوا كثير الدوري الجزائري لانه اللاعب الجزائري يعتبر لاعب محلي، فاللاعب كان عنده يعني ظهر. هل كنت تتوقع النجاح لأليو ديانج؟ مو متوقع، كنت معناها صعب الامكانيات هيك الكل ما تنجحش يعني، حتى هو بدايته كانت صعبه في النادي لسه كنت هقول لك عشان كانت البدايه صعبه يعني. شوف اسلام يعني راهو حتى في اوروبا ممكن علاش يجيبوا لاعب على 4 و5 سنوات؟ لانه ديما يحطوا سنه اولى تاقلم يعني، فعادي انه راهو معناها مش اللاعبين الكل من الاول. فلافيو قعد قد ايه؟ فلافيو سنه كامله فمش معناها في ناس تتاخر يعني، تاقلم طريقه لعب جديده طريقه نمط عيش جديد عادي جدا انه، لكن لما تكون متاكد من الامكانيات وفي لي من اول مباراه يعني على حسب اللاعب، لكن الي ديانج يعني لاعب ذو مواصفات اوروبيه لانه يعني باش تلقى لعيب بالبروفايل هذايا مش موجود مش متاح تو في افريقيا. اخيرا انيس كان لك راي واضح الحقيقه وصريح بعد انتقال بعض اللاعبين من الاهلي، قلت ان فانيله الاهلي هي من تصنع نجوميه النادي الاهلي من تصنع نجوميه اللاعب، هل كنت قاصد حد ساعتها ولا كنت تتكلم بشكل عام؟ لا بشكل عام، لا بشكل عام يعني بصراحه يعني يعني باش تكون باش تشري جمهور النادي الاهلي ومش كلام هكا، ما يتشراش بالفلوس كما نقولوا، مال الدنيا، لانه لما شوف انا مبطل وعندي مده ولما ننزل وشوف الترحاب وشوف الناس بتصور معاك وناس تتذكرك، ف يعني الانسان ما يشوفش الدنيا هذه الا فلوس يعني، اوكي الفلوس عندها اهميتها والناس كل، لكن طبعا مش على حساب كل شيء، مش فلوس او لا شيء، لا بالعكس تقدر لانك يعني في النادي الاهلي تعمل فلوس يعني، النادي الاهلي برضه بيعطي ارقام، فتقدر انك من اجل الشعبيه هذه تضحي، لانه ممكن الناس
كي تخرج من النادي الاهلي تعرف قيمه النادي الاهلي. فهذه نصيحه يعني نصيحه خاصه انه في نجوم تمنيتهم يخدموا حياتهم في النادي الاهلي للامانه. لانهم اعطوا كثير للنادي الاهلي، نجوم كبيره عندهم امكانيات كبيره، اعطوا كل شيء. حسام عاشور تحديدا، اي حسام، هذا حسام تمنيته انه يكمل، حتى احمد فتحي تمنيته يكمل في النادي الاهلي، لانه هذاك مكانهم، وحتى بعد الكوره مكانهم في بيتهم في النادي الاهلي. لكن الظروف بتختلف. بتتابع طبعا الدوري المصري، ايه رايك في القياده الفنيه لبيتسو موسيماني مع النادي الاهلي؟ القيادة الفنية يعني أكيد لو نحكيه أرقام ما شاء الله، يعني اثنين أفريقيا في سبع شهور، في سبع شهور يعني ما تقدرش ما تلقاش أحسن من، لكن ممكن في نوعا ما من التذبذب يعني. يعني لكن إذا باش نتكلموا، إذا باش نتكلموا بصفة عامة، أكيد أنه النادي الأهلي في فترة كان مميز، بعد ينقص شوية الاداء وعادي جدا يعني. صحيح انه مازال ما لقاش التركيبه الممتعه يعني، في 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 مباريات فما النتائج، لكن ينقص الاداء. وفي حاجه اخرى اسلام انت تعرفها يعني، فما قبول يعني يعني في ناس ممكن تعمل نتائج كبيره لكن قبولهم مش ولا بد مع الجمهور، ممكن هذاك علاش يخلي نوعا ما الاراء يعني مختلفه حول القياده الفنيه بتاع موسيماني في النادي الاهلي، بيتسو موسيماني. طيب ممكن برضو يعني مثلا لعيب زي فرجاني ساسي، واحد من اللاعبين الكبار الحقيقه في تونس، وقدم مواسم رائعه في السعوديه وهنا في مصر ودلوقتي في قطر، هل ممكن يرجع للدوري المصري؟ ولو رجع للدوري المصري هتنصحه بايه؟ ممكن يرجع، مش عارف يعني. فرجاني اول حاجه حتى هو لعب في صفاقسي، كل الناس ما تعرفش ان بدايته في صفاقسي حتى هو. فعلا فرجاني ساسي بدايته في النادي الصفاقسي، ومشى لمنتخب تونس عبر بوابه النادي الصفاقسي يعني. بعد راح فرنسا ميدس، ورجع الترجي، من الترجي على النصر السعودي، ومن النصر السعودي على الزمالك. باش نصحوا، شوف اسلام يعني على حسب يعني متوفر، ممكن فرجاني ساسي اكيد انه لاعب كبير، لكن ممكن لما هو يقرر يرجع لمصر ممكن وقتها معناها حتى الفرق اللي ننصح عليها ممكن مش في حاجه، لانه مش معناها لاعب كبير معناها تنجم تلعب في اي فريق. فعلى حسب النقائص الفريق، لان ما نؤمنش انه لاعب كبير يجي اي فريق، وحتى كان مكان معناها في لاعبين مميزين لا يلزمك تلعبوا لانه لاعب كبير، لانه اعتقد انه خاصه الفرق الكبيره في مصر تجيب لاعبين على حسب نقص الفريق، مش على حسب الجماهيريه ولا نزولا عند رغبه الجماهير. طيب بتشوف النادي الاهلي، مين من اللعيبه اللي بيعجبك في النادي الاهلي دلوقتي بيفكرك بزمان؟ لا في كثير يعني، أفشة ممتع للأمانة، ممتع حلو، أفشة ممتع. اليودينج قوي مثلا، علي المعلول كيف طبعا، بدر البنون يعني مدافع أنيق، فكرنا بعباد النحاس شبه حتى عماد الشناوي ما شاء الله يعني، يعني عملاق وعلى خطال الحضر يعني، في لاعبين كبار، محمد شريف ممكن المفاجاه الكبيره للاهلاوي الكل، لانه الاهلي في السنوات الاخيره يلوج على راس حربه اجنبي فالقاها في ابنه يعني، في محمد شريف صح. للامانه يعني كهربا اللي اللعيب اللي يعني عمل ماتش رائع اللي فات، كان رائع ولعيب مميز، وما زلت نستناه منه ممكن اكثر في النادي الاهلي، لانه الناس كلها تعرف امكانيات كهربا. وليد سليمان طبعا في الجيل هذا يعتبر الاسطوره يعني، في 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 مجموعة في, في مجموعه يعني مميزه للامانه. اخيرا يا كابتن انيس، انت شرفتني ونورتني ودايما ببقى سعيد الحقيقه لما بشوف حد من الناس المحترمه واللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه. هسيبك مع الكاميرا، عايزك تقول رساله لكل جمهور النادي الاهلي، و
في وجودك طبعا في البيت الكبير ده شرف كبير جدا لينا. طبعا شرف لي اسلام ان يكون معاك في البيت الكبير. سعيد جدا اني موجود في قناه النادي الاهلي، سعيد جدا اني اكون موجود معاك. ان شاء الله يعني جمهور النادي الاهلي اللي عندي مده ممكن ما شفتهمش اليوم فرحان، اول حاجه بالتعليق نشكرهم لانه كلها ايجابيه وكلها لسه في كتير قوي بس مازال يبرهن على الحب، الحب المتبادل بيني وبين الجماهير النادي. كل مره نجي لمصر الا ونكون سعيد لاني كيكون يعني نحظى باستقبال كبير، ولا نحس انه الفرح ولا الفرحه في عيون الناس لما تستقبلك، فاكيد هذا كله ما يزيدني الا فخر وسعاده. وان شاء الله يعني اول وثاني حاجه ممكن مصر تغيرت بالنسبه للايام اللي كنت انا موجود، ما شاء الله بنايات كبيره وما شاء الله يعني الامور اختلفت عن زمان كثير جدا يعني وللاحسن للاحسن، وهذه تحسب طبعا لانه بصراحه يعني وليت كما نقولوا احنا قبله، يعني الناس كل ولات تحب تجي لمصر ولا تعيش في 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 مصر. فان شاء الله هذه البدايه وان شاء الله تشوفوني كثير في الفتره القادمه، وان شاء الله يعني ان شاء الله معليش لا نرجع نعيش في مصر ان شاء الله. تنور وتشرف في بلدك الثاني، دايما بتنور ودايما بتشرف، وسعداء جدا بوجودك معنا انيس. اشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. بارك الله فيك. شكرا اسلام، ومتشكر وشكر اخر ليك، متشكر جدا على الاستضافه هذه، ومتشكر جدا على الفرصه هذه. متشكر جدا للنجم الكبير، سعيد جدا طبعا بتواجد حد في قيمه انيس بوجلبان الحقيقه، وقد ايه حب الناس من خلال المسجز، كل المسجز اللي جايه سواء على الفيسبوك او على تويتر. انا بشكركم طبعا كالعاده الحقيقه جمهور النادي الاهلي وحبه لمن يحب النادي الاهلي، واحد من اللاعبين الكبار اللي انا بشكره الحقيقه على التواجد معانا النهارده. بكره عندي حلقه هامه جدا، الجزء الاول في حلقه بكره طبعا هيكون امير توفيق، وعدت حضراتكم خلال الاسبوعين اللي فاتوا ان هيكون معايا امير توفيق للاجابه عن كل التساؤلات اللي حضراتكم بتسألوها فيما يخص التعاقدات، فيما يخص أي حاجة في التسويق في النادي خلال الفترة السابقة. والحقيقة اتفقنا أنه هو هيكون معانا إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة، وهننزل لحضراتكم طبعا هاشتاج أمير توفيق، اسألوا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها في الجزء الأول غدا في حلقة بكرة إن شاء الله في البيت الكبير. أما الجزء الثاني، بطل إحنا بنعتبره بطل أولمبي عمر عصر، لاعب نادي الأهلي وواحد من الأبطال الأولمبيين الحقيقة اللي كلنا بنفتخر به وبالمجهود اللي عمله. هو لم يصل إلى الميدالية ولكن كلنا بنفتخر بالمجهود اللي عمله الحقيقة عمر عصر. غدا هيكون معايا في الفقرة الثانية بعد أمير توفيق، وهنلعب هنا ماتش بنج عالمي. خلي بال حضراتكم الإسكندرانية كلهم معظمهم بيعرف يلعب بنج، لأنه تحت البيت في إسكندرية بتلاقي بقى ترابيزات البنج اللي بتقعد تلعب عليها. فبكره هيكون ماتش جامد قوي على الهوا كده بقى مع جمهور النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا غدا وحلقه هامه جدا في الجزء الاول فيها هيكون مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي كابتن امير توفيق، وفي الجزء الثاني النجم عمر عصر على شاشه قناه النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم وانتظرونا غدا وحلقه جديده تبدا ان شاء الله في تمام الساعه 11. اشكركم واشوفكم على خير.